ويسأل عن رأي فضيلتكم في جعل محاضرات ومنتديات في مسائل الرؤى وتأويلها للناس. هذا لا يجوز أن يتوسع في تأويل الرؤيا بهذا النمط، أن تكون تكتب في الصحف خلى له زاوية لتأويل الرؤيا أو برنامج في الإذاعة أو في التلفزيون، هذا لا يجوز، أن هذا يبلبل أفكار الناس، يشوش على الناس ويحدث عندهم وساوس. الرؤى منها حق وتفسر، لكن ما يغلى فيها ويتوسع فيها إلى هذا الحد وتصير مهنة وحرفة، لأن هذا يشوش على الناس، وقد والمعبر قد يصيب وقد لا يصيب، ربما أنهم الناس يغترون به ويعتمدون على تفسيره وهو ما هم مجزوم به ظن. هذا التوسع في هذا والمبالغة والتنطع، هذا من التنطع، هذا أمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. هذا من التنطع والمبالغة في هذا الأمر، يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.